خش بقى على حياه كريمه. هي حياه كريمه عباره عن ايه؟ هي ترجمه للمعنى او ترجمه للجمله، حياه كريمه، المواطن يعيش حياه كريمه. تاني ارفع الضغط ان يكون الوطن محلا للسعاده المشتركه. انا عايز المواطن المصري اللي في الارياف بدل ما كان قاعد في بيت من طين وكانه في عصور ما قبل التاريخ يبقى قاعد في بيت حلو. عايزه بدل ما يروح يجري على دوار العمده زي الافلام القديمه، يا عمده يا عمده عايزين نكلم المركز، فيقعد يخبط على التليفون ويلف المنافله، يا مركز يا مركز. بالمناسبه يعني احنا لحد فتره قريبه ما كانش في عندنا تليفونات في بعض البيوت او في كثير من بيوتنا في الارياف، فما بالك ان انا بقى عندي دلوقتي حاجه اسمها الانترنت فائق السرعه، اللي هو لسه داخل بيتنا، لسه داخل بيتنا بقالوش 3 4 اشهر، ونحن من ابناء المدن والاحياء اللي مش عارف عامل ازاي. طيب فحياه كريمه هي تكريس حقيقي لمفهوم لازم انت تقعد تفكر فيه كويس، اسمه الجمهوريه الجديده. المبادره الرئاسيه حياه كريمه عامله مجموعه من المحاورات، كويس، ليست محاورات ارسطو ولا افلاطون، ولكن محاورات مع المجتمع المصري، مع اهالينا في مختلف القرى والمحافظات التابعه ليها على مستوى الجمهوريه. ليه؟ عشان يعرف احتياجات المواطن، عشان يعرف راي المواطن، عشان يعرف طلبات المواطن، عاوز يعرف طموح المواطن، حلمه. يا اخي المواطن من حقه يحلم، وواجب علينا نسمع، وواجب علينا نعمل كل حاجة ممكنة عشان ننفذ. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور محمد صلاح الدين، منسق حوار أو الحوارات الخاصة بحياة كريمة في أسوان. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ الحمد لله. أخبار الحوار الاجتماعي اللي حضراتكم عاملينه في أسوان إيه؟ والله الحوارات المجتمعية اللي بيتم في محافظة أسوان ومحافظات الجمهورية يعني غاية في الأهمية وغاية في يعني الاحتياج اللي كانوا أهالينا محتاجين إن هو يتم. الحوارات المجتمعية بتمثل أهمية كبيرة جدا، ويمكن أحب أبدأ بكلمة جميلة جدا حضرتك قلتها، ان يكون الوطن محلا للسعاده المشتركه، وده اللي فعليا يعني بنلمسه من خلال الحوارات المجتمعيه اللي بتتم. حلو جدا. طيب يعني يا دكتور لما بداتوا تعملوا هذه المحاورات المجتمعيه في اسوان، مش هسالك بقى طلبات المواطنين، ايه طموح المواطن؟ ايه حلم المواطن؟ هو احلام المواطنين يعني طبعا هي احلام في حقهم بشكل كبير جدا، احتياجاتهم اللي كانت يمكن كانوا بيفتقدوها مسبقا من خدمات، من مشروعات خاصه بالبنيه التحتيه، من احتياجات كبيره جدا معظم قرانا كانت تفتقدها وبيتم تنفيذها حاليا خلال المبادره الرئاسيه حياه كريمه. يمكن احنا الحوارات المجتمعيه حاليا بيتم من خلال عدد كبير جدا من القرى لأهالينا في القرى بشكل كامل، يعني مسبقا كان الحوار المجتمعي قائم فقط على لجان القرى، تلاها حوار مجتمعي لكافة أهالينا داخل القرى للاستماع ليهم، لرصد مشكلاتهم وتحدياتهم، ونشوف بالظبط متطلباتهم. الحوارات المجتمعية مهمة للغاية طبعا لرصد كافة احتياجاتهم، سواء من المشاريع أو احتياجاتهم اللي او مشاكل اللي هم بيعانوا منها، وده صحيح. اللي احنا فعليا بنرصده خلال الحوار المجتمعي الخاص بحياه كريمه. صحيح. انا بشكرك جدا يا دكتور محمد، كل الشكر ليك وربنا يوفقكم. دكتور محمد صلاح الدين، منسق حوار حياه كريمه في اسوان.